ينضم إلينا عبر سكايب من بكين الأستاذ نادر رونغ هوا الباحث السياسي. أستاذ نادر أهلا بك ومرحبا. تجربة كوريا الشمالية لصاروخ باليستي يسرع ويكبر من قدرة الصواريخ الباليستية من خلال محرك يعمل بالوقود الصلب. التجربة تأتي بعد أيام قليلة إذا قلنا بخاص فيما يتعلق بتجربة صاروخية باليستية عابر للقارات قد يصل للبر الرئيسي للولايات المتحدة. برأيك إلى أين سيصل التصعيد في شبه الجزيرة الكورية؟ أهلا ومرحبا بكم. طبعا هذا التصعيد يتوقف على تحركات الولايات المتحدة وكذلك كوريا الشمالية. يمكن يعني تتوقف على موقفهم وتحركاتهم. وطبعا الصين لم تريد التصعيد في الوضع في شبه الجزيرة الكورية، ودعت الجميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب من تصعيد الوضع، ولذلك على الجميع الأطراف المعنية في هذه القضية الضبط بالنفس والتجنب من تصعيد المتواصل للوضع. رغم هذه التحذيرات لبيونغ يانغ المستمرة من جميع الأطراف بالطبع في سعيها لتطوير سلاح استراتيجي، هي نية ظاهرة من جانب بيونغ يانغ وتصميمها على تسريع وتيرة برامجها النووية. هنا السؤال، ما هي جدوى إذن العقوبات والحظر المفروض على بيونغ يانغ بين حين وآخر في وقت نشهد فيه تسريع لوتيرة أسلحتها الاستراتيجية؟ أعتقد هذا هو ليس يعني هو دائرة متثاقم، يعني ليس دائرة إيجابية. فهناك العقوبات المفروض عليها، وثم هذا يثير إلى القلق لدى كوريا الشمالية، وثم بعد ذلك يلجأ إلى تعزيز الدفاع وتطوير قدراتها العسكرية. فجذور المشكلة هو النقص أو نقص الثقة المتبادلة بينها وبين الولايات المتحدة، وهناك قلق أمني لدى كوريا الشمالية، فلذلك يطور الأسلحة للدفاع عن نفسها، وثم بعد ذلك الولايات المتحدة تجري المناورات العسكرية وتقوم بفرض العقوبات عليها. وهذا إذا استمر هذه الدائرة فهي دائرة لا نهائية وتصعيد متواصل. فلذلك جذور المشكلة هو تعزيز الثقة المتبادلة واهتمام الولايات المتحدة بقلق كوريا الشمالية الأمنية ولحل هذا المشكلة والتعامل معها بجد وإيجاد حل شامل لقضية شبه جزيرة كوريا. سيد نادر، كما ذكرت بالحديث عن المناورات العسكرية بين واشنطن وبين سول، ربما تقول الأخبار بأن هذه الخطوة وهذا التصعيد من قبل كوريا الشمالية يأتي رد على المناورات العسكرية الأخيرة بين واشنطن وسول. برأيك هذا التصعيد وهذا التوتر ألن يضغط على جميع الأطراف في تصميم جميع الأطراف أيضا في المضي قدما وفي هذا التصعيد على العودة للمحادثات والمفاوضات التي غاب عنها الحديث الآن؟ طبعا يمكن أن نرى الإطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية لن تأتي بمفردها، هي دائما تزامن مع المناورات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة وحلفاؤها كوريا الجنوبية واليابان. ولذلك هذا يعني يتطلب الجميع التعامل بالجد والاستجابة لاهتمامات كوريا الشمالية الأمنية. ولذلك الصين دائما تدعو إلى استئناف المفاوضات وتحية الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات.
ولذلك كنت هذا تتوقف على تحركات الولايات المتحدة واستجابتها لهذا الطلب لإجراء المحادثات ولإيجاد حل سلمي لهذه القضية. ما هو توقعك أستاذ نادر للرد الأمريكي على كل هذا التصعيد والحديث عن وتيرة أسرع وأكبر قدرة للصواريخ الباليستية الخاصة بكوريا الشمالية؟ ما هي حدود الرد الأمريكي؟ لست لا أعرف بالضبط، لكن من التجربة السابقة ستأتي المزيد من العقوبات والمزيد من استعراض العضلات والمناورات العسكرية، ولكن هذا التحديد المتبادل لن يفيد أي طرف ولن يحل هذه المشاكل. هل سيقتصر الأمر أستاذ نادر على استعراض العضلات بين الجانبين، أم سيكون هناك خوف من اندلاع حرب تلك مشابهة بتلك التي حدثت في خمسينيات القرن الماضي؟ طبعا إذا لم يكن التعامل بشكل جاد سهناك مخاوف للاندلاع والحرب مرة أخرى، وهذا لا يفيد أي طرف، والصين ستبقى أقصى جهودها لما يحدث ذلك وللحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة. طيب أستاذ نادر، قلت التعامل بشكل جاد هو من المفترض أن يكون السياسة الحالية فيما يتعلق بملف التوتر في شبه الجزيرة الكورية. على من تعول أنت في التعامل بشكل جاد؟ من له النصيب الأكبر في إحداث فارق في التفكير بعقلانية أكثر، في المضي قدما بالمحادثات، في التفكير بشكل جاد كما ذكرت؟ أعتقد هذا يجب على الولايات المتحدة العمل بذلك، لأن يمكن أن نرى الأزمة القضية ليس هي أن تأتي الولايات المتحدة في بوابة البيت كوريا الشمالية، يعني القلق الأمني موجودة وليس كوريا الشمالية يرسل قوات إلى بر إلى جوار الولايات المتحدة، فيجب على الولايات المتحدة حل الاهتمامات الأمنية لدى كوريا الشمالية والتجنب من تصعيد الوضع وإعطاء الفرصة للسلام والمحادثات وكذلك لإعطاء فرصة لاستقرار في هذه المنطقة. هذا بالنسبة لموقف الولايات المتحدة. أستاذ نادر، ماذا عن موقف اليابان؟ لأنه الصاروخ الذي نتحدث عنه سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، والصاروخ الماضي أيضا كان قريبا جدا من اليابان، وكانت لليابان سابقة في فرض عقوبات على كوريا الشمالية. ماذا عن موقف اليابان؟ طبعا موقف اليابان دائما يتبع موقف الولايات المتحدة، يعني في حاليا ما تريد أن تفعل الولايات المتحدة فتتبعها اليابان. طيب، كانت اليابان أيضا قد كشفت النقاب عن خطة لتعزيز وضعها العسكري بقيمة 320 مليار دولار لشراء الصواريخ. برأيك هل التعنت الآن هو سيد الموقف؟ البحث عن مزيد من الأسلحة هو ما سيسيطر على هذا الملف في المستقبل القريب، أم سيكون هناك بارقة أمل يمكن أن تفعل في القريب؟ أعتقد السباق التسلح لا يحل المشاكل، فيجب على المختلفة الدول الأطراف المعنية الإيجاد كما قلت استئناف المفاوضات وحل هذه المشاكل عبر الحوار والتشاور ولإيجاد يعني آلية مستدامة وشاملة لحل هذه المشاكل. هل ينظر أستاذ نادر لطلبات كوريا الشمالية بتطمينات فيما يتعلق بأمنها القومي والتوتر الحادث بين جارتها الجنوبية فيما يتعلق بالمناورات بين واشنطن وسول؟ هل ينظر لها بعقلانية؟ هل ينظر لها بأحقيتها إزاء هذه المطالب؟
هناك يعني تحول إيجابية كان في عام 2018، كان هناك حتى هناك لقاء بين رئيسين الأمريكي وكوريا الشمالية، ولكن لم يستمر هذا التحول الإيجابي، وبعد ذلك يعني الولايات المتحدة تجاهل أو لم تستجيب ل الاهتمامات الطلب الكورية الشمالية، ولذلك منذ ذلك الوقت عاد هذه الأزمة إلى التفاقمها. فلذلك كما قلت الحل المفتاح لهذه القضية هو على الولايات المتحدة التعامل بشكل جاد على الأقل استجابة للاهتمامات الأمنية لتحديات الوضع ولإيجاد حل سلمي عبر الحوار والتفاوض. الخبراء يقولون بأن كوريا الشمالية أستاذ نادر في العام الجاري أجرت عددا غير مسبوق، ربما هو العدد الأكبر لتجاربها الصاروخية. برأيك، ومنها بالطبع الصاروخ الذي كان قادرا على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، برأيك هل الأزمة الروسية الأوكرانية يعني لفتت النظر عن هذه القضية وهذا التوتر في شبه الجزيرة الكورية؟ وهل تستغل كوريا الشمالية انشغال العالم بالأزمة الروسية الأوكرانية وتوسع من تجاربها النووية وتزيد وتوسع أكثر الصواريخ وقدرة صواريخها الباليستية؟ أعتقد يعني تأثير الأزمة، هناك بعض التأثير، ولكن هذا ليس يعني سبب رئيسي. كما قلت السبب الرئيسي هو أن الاهتمامات الأمنية لدى كوريا الشمالية لم تحل ولا يوجد استجابة، ولذلك هم يلجؤون إلى تطوير الأسلحة والدفاع العسكري، ومن أجل أيضا الحصول على الأقل اهتمامات أو استجابة من الولايات المتحدة. سؤالي هنا إليك أستاذ نادر، موقف الولايات المتحدة وتحديدا في الصاروخ قبل الأخير الذي كان قادرا للوصول للبر الرئيسي، البعض تحدث عن رد قوي من جانب الولايات المتحدة ولكنه لم يحدث. برأيك ما أسباب هذا التأخر في الرد الأمريكي؟ هذا لا أعرف بالضبط، لأن كما قلت ربما هناك تحركات لم تبدأ بعد، أو هناك استجابة، أو هناك يعني تفكير من أو إعادة تفكير لهذا الملف لدى الولايات المتحدة، ولكن دعونا نتابع ونرى التحركات القادمة من الولايات المتحدة. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ نادر رونغ، هو الباحث السياسي، كنت معنا من بكين عبر سكايب. شكرا جزيلا لك.